طبعا ناقدنا الرياضي المتميز والمتخصص كمان في اخبار دوري كل الدوريات، القسم الاول والثاني والثالث والرابع، لكنه طبعا بالاخص مميز جدا في القسم الثاني والثالث. استاذ احمد برحب بيك. كابتن اسلام، ربنا يخليك، تحياتي لك وللكابتن رضا عبد العال وكابتن محمود ابو الذهب. استاذ احمد، وعايز اخد نقطه من الكابتن رضا، كان بيتكلم من شويه في حته اللعيبه اللي هم في الاقسام اللي هم ثانيه وثالثه. احسن واحد عمل فرقه كوره على مدار تاريخ دمنهور كان الكابتن رضا عبد العال، وكان نافس بيه، وكان الكابتن عفت نصار. كده انت دخلت دي المفاجاه بقى، دي المفاجاه. كده انت وجاب كام؟ بقول لك ايه يا استاذ اصلا، والله العظيم الكابتن رضا بعد الحلقه النهارده بعد البق ده هيقول لي انت تجيب القصاص معانا كل اسبوع. والله العظيم اقسم بالله ده حصل. جاب 22 لاعب من افضل 22 لاعب على مدار تاريخ دمنهور ونافس بيهم على الصعود. رضا عبد العال مشكلته الكابتن رضا ان الناس بره بتفهمه غلط. هو كان في طنطا، الخطا الوحيد اللي هو واقع فيه عايز تاخد من الكابتن رضا عبد العال كوره وتدريب ويصنع نجم ويصنع لعيب ويعمل فتره اعداد، ابعده عن مجال الاعلام تماما، ابعده تماما. هو مشكلته في طنطا انه كان هم متفرق، ما كانش متفرق لنادي طنطا، لكن الكابتن رضا عبد العال وديه نادي ويقفل عليه والله العظيم ينافس ويصعد من الرابعه للثالثه ومن الثالثه للثانيه ومن الثانيه للممتاز. حبيبي يا استاذ احمد، لا ده حق التاريخ الاول. قول لي مين اللاعب اللي يستحق ان هو يبقى موجود في الدوري الممتاز؟ مش هقول لك اهلي وزمالك. لا ده انا هنعد لك السنه دي، يعني هنعد لك السنه دي يا ريس. احنا عندنا 23 لعيب دول اتباعوا من الممتاز به للقسم الاول بقيمه تسويقيه 19 مليون جنيه. ابصهم الاول هنتكلم عليه عشان ده ليه وقفه بمناسبه الكلام بتاع الكابتن محمود ابو الدهب والكابتن رضا عبد العال. محمد الصالح ده فلسطيني الجنسيه وده 23 سنه، وسط مهاجم، سجل مع الفريق البطولي 5 اهداف، ده جه من فلسطين على مصر، اتجمد في مصر ما لعبش كوره. هوب شافته عين كويسه الكابتن محمد حليم في نادي القناه. كان راح بعد المصري 3 4 انديه منهم الاسماعيلي ما خدوهوش. الكابتن محمد حليم شافه. الكابتن محمد حليم خده، ظبطه من جديد، هيئه من جديد. هوب عمل احسن دور اول مع القناه السنه اللي فاتت. راح واخده الكابتن رضا عبد العال نادي ايسترن كومباني. كسر الدنيا هناك. علاء عبد العال. كسر الدنيا هناك. قاعد جنبنا. كسر الدنيا هناك. رجع تاني بعد الاعاره نادي القناه. باعوا القناه واستثمر فيه نادي الاتحاد السكندري. ادي لعيب ده بقى عين مدرب. مدربين ده كانوا سنتين ثلاثه اتحنط هنا اتجمد في مصر. وبعدين شافوا محمد حليم خده بقى وقفوا بقى على رجليه وعمل له فتره اعداد صح، عمل دور اول مع القناه ولا اروع ولا اجمل. هوب خده كابتن علاء عبد العال كمل مع ايستر كمباني الدور الثاني كله. مين تاني؟ راجع من العرق. يا كابتن مين تاني؟ خد بقى عندك عبد الرحمن السكران من بتروجيت سيراميكا، احمد حسين من نصر سموحه جناح ايمن. ايه ده بس؟ ايه عبد الرحمن السكران من ايه؟ من بتروجيت السيراميكا. تمام. وسط مهاجم، جاب 5 اهداف الموسم اللي فات مع بتروجيت. 22 سنه. احمد حسين النصر سموحه جناح ايمن. صعد مع النصر مرتين ومع حرس الحدود مره. جلال الشرقاوي وانتظر اللعيب ده رغم ان هو سنه 28 سنه لكن مهاجم هيبقى خيال. جلال الشرقاوي من دمنهور اللي طلع الجيش. سجل السنه اللي فاتت 13 هدف مع دمنهور. محمد عصام الغندور. الانتاج الحربي لاسوان، حارس مرمى. تمام. بس ده لسه يعني على وشك يعني. نهائي بقى محمود عبد الحكيم الداخليه اسوان 28 سنه جناح ايسر وهو من ناشئ غزل المحله. منين؟ من ناشئ غزل المحله. ولعب مع حرس الحدود ونبروه والبلديه والزرقاء. ابراهيم عايش وادي دجله اسوان 23 سنه وسط مدافع. تمام.
احمد عيد اللاعب ده برضه ده لعيب جامد جدا، لعيب وسط مهاجم، ده من الاولمبي للاتحاد السكندري، ده سموحه عمل عليه معركه مع الاتحاد السكندري. لكن طبعا القيمة السوقية هي اللي حسمت انتقاله للاتحاد وعلاقة محمد مصرحي مع ناصر الشاذلي رئيس نادي الأولمبي، وسط مهاجم وأساسا هو من ناشئين الأهلي، سجل 5 أهداف مع الأولمبي الموسم ده. يوسف حسن بورتو السويس أسوان 23 سنة من ناشئي الزمالك. أدهم حامد من نصر البنك الأهلي 22 سنة مدافع من ناشئ النصر وسجل 7 أهداف السنة اللي فاتت مع النصر. محمد السيد شيكا بتروجيت أسوان 25 سنة مهاجم من ناشئ المقاولين العرب ولعب أيضا لطنطا وانضم لمنتخب الشباب قبل كده. اللعيب بقى اللي جاي ده لعيب مميز جدا وهداف من طراز فريد، يعني ده بس عايز ايه شويه بس امكانيات وملعب كويس ويأدي. محمود زلاك، محمود عبد الحفيظ زلاكة بطرق اسيوط لسيراميكا كليوباترا، ودايما سيراميكا بياخد اللعيب المميز. اسمه ايه يا كابتن؟ محمود عبد الحفيظ زلاكة. زلاكة زلاكة ماشي. ده سجل 5 أهداف السنة اللي فاتت مع بترو أسيوط، راح سيراميكا، وده حط تحتيك كذا شرط يا كابتن إسلام الموسم الجديد. محمد عصام لافينيا لسموحة. عمرو قلاوة من بورتو السويس سيراميكا. سيراميكا محمد عصام من لافينيا؟ من لافينيا لسموحة. عمرو قلاوة من بورتو السويس لسيراميكا. سيراميكا دايما صفقاته الأفضل، عنده عين كويسه في اللعيب. عمرو ده منين؟ عمرو قلاوه بورتو السويس سيراميكا. ما هو ده احمد سامي برضه يا استاذ احمد، السنه اللي فاتت كان جايب احمد حكم ومصطفى جابر الخواجه من الدرجه الممتاز به ودغدغوا الدنيا مع سموحه السنه اللي فاتت. صح يا كابتن صح. احمد سامي عينه كويسه جدا جدا، وهيثم شعبان اللي هو حاليا بيدرب بتروجيت وهو مع سيراميكا جاب شويه لعيبه، يعني في ناس كتيره بتشتغل على القسم الثاني. فرج عامر كسر الدنيا بسموحه ديت، جاب لعيبه من القسم الثالث والرابع ما حدش يعرفها. الناس اللي بتبص دايما قسم ثالث ورابع بيعملوا شغل جامد جدا، عكس يعني. عشان كده بقول لك ان دوري المحترفين لما يطبق يا كابتن اسلام السنه الجايه، انا بقول لك على مسؤوليتي انديه الممتاز كلها هتاخد 80% من الصفقات بتاعتها من دوري المحترفين.